انه جميعا كصحافة وناشطين واعلام ومجلس بلدية الموقر كله يكون حاضر بهاي اللحظة الكريمة. انا بتمنى الان من الشباب كل واحد يحكي كلمة، انا بعدين بحكي لي كثير كلمات جميلة. استاذ سالم عقلة عضو مجلس بلدية الموقر سابقا يعني البلدية وحده هي كلها، ورئيس جمعية شباب البعدة للتراث الشعبي، أيوة، المستشار الإعلامي المتألق دائما والله محمد بني صخر. معنا صحافة، خلص يلا مش مشكلة، معنا أبو محمد بعد رئيس جمعية المتشار الشعبي. ممتاز. أستاذي آمنة تفضلي. هو رح يكون رئيس جمعية الأيتام كمان. ما شاء الله، ما شرف لنا. آمنة احكي لك كلمة حبيبتي، رئيس المبادرة اللي هي طبعا البطل تبعنا، هلا ما فيها، احنا كنا ابطال، كنا محتاجين وللمساعدين. انت ما شاء الله عليك، جهودك جهودك. احنا اليوم تنشئ كل الاحترام والخير ان شاء الله، ترسم البسمه على وجه. قرب قرب اطفالنا بالذات، يعني صراحه محرومين من اجواء الاحتفال بالعيد والاجواء هاي، وانه تاخذهم كمجموعه وتلبسهم وتسوي لهم جو، فهي هي احنا هذه نسعى له دائما، انه احنا نفرح الاطفال ونرسم الابتسامه على وجوه الاطفال في هيك ايام مباركه، وايام ان شاء الله يا رب تنعاد علينا وعلى الامه الاسلاميه بكل خير باذن الله. استاذ سالم احكي لك كلمه يلا. أيوة استاذ سالم معانا، استاذ معانا يلا. أنا اشكر جهودك على مبادرة المسار. لا 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 انت ناشطة وناشطة اعلامية، وجهودك مشكورة، خاصة في لواء الموقر دائما دائما تتعبي ان شاء الله دائما على ابناء البادية ان شاء الله. واحنا كابناء لواء الموقر نشكرك كل الشكر على الجهود الطيبة في جمعية شباب البادة للتراث الشعبي وجمعية أيضا دار البلد. والله واجبنا بإذن الله ونضلون بهذا الواجب، هذا اللي بيهمني أنا. الله يعزك، وإحنا من أبناء البادية الحمد لله، نشكرك كل الشكر على الجهود الطيبة. أنت إعلامية إنسانية، صاحبة مبادرات، ولك كل الشكر وكل الاحترام والتقدير. أشكرك جدا جدا، وأنا لي كلمة للإعلام التفاعلي المهني، بشرفني فعلا أني ألا أرى النموذج والنموذج الحي اللي هو المستشار الإعلامي محمد بني صخر. مش الإعلام بس بكتب، مش الإعلام بس بنسخ، مش الإعلام بس بيصور، الإعلام هو الذي يكون في قلب الحدث، إنساني تشاركي تفاعلي تطوعي تنموي. الآن نحن مع هذه النماذج طبعا بيشرفنا نكرم 100 يتيم من لواء الموقر بهذه اللحظة في أجمل يوم وفي أعظم يوم في أيام السنة. فلكم جميعا الحب، نتمنى استمرار مثل هذه المبادرات والمثابرات عليها. نحن بنعتبر ما قدمنا قليل جدا، بس إن شاء الله هو قليل العمل إنما دوامه كما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. طبعاً كل الشكر يا محمد جد، يعني على وقفتك دائما أنت هيك. احنا باسم أحلام البادية، أحلام النيوز، وباسم البادية النيوز طبعا نشكر الست وفاء الزهراء. الله يسعدك، هذه جهود مباركة. الله يسعدكم. أنت يعني من الناس اللي يعني نشطين اشتغلوا لصالح البلد لصالح البادية، دائما نجدك في الأرياف في المدينة، يعني كل الحب. الله يسعدك، والتقدير والاحترام باسمي وباسم أبناء البادية، باسم أبناء قبيلة بني صخر. الله يعني على راسنا كل الشكر والاحترام للناشطة الرائعة وفاء الزهراء. الله يسعدكم، الله يسعدكم كل يعني جهودكم مباركة. شكراً كل الاحترام والتقدير. شكراً لوقفتكم، شكراً للناشطات والصبايا والمشرفات وكل وائل موقر، حقيقة بنشكركم على تواجدكم أيضاً، لأنه يوم تكريم لهذا الإنسان اللي قدروا يكون يتيم. شكراً كثير، واقف حبيب الجد. طبعاً شكراً يعني ناشطات يعني ما شاء الله، وكل الحب والتقدير والاحترام للجميع، يعني إن شاء الله جهودكم مباركة. شكرا ست وفاء. تسلم تسلم. الاهلا بدي تاخذ لي صورتين ثلاثه يا ابوها.